شاركت الجمهورية العربية السورية اليوم بالمؤتمر العاشر للأمن العالمي بوفد عسكري رفيع المستوى برئاسة السيد العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع. إن هذه المشاركة لها دلالات ومعان عديدة، أهمها متانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين الصديقين وبين الجيشين الصديقين في الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية. هذه العلاقات التي تتطور باستمرار وتزداد سوخا وثباتا وقوة في مواجهة سياسات الهيمنة والتفرد التي تنتهجها الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أكد رؤساء الوفود العسكرية المشاركة اليوم في كلماتهم إن عصر القطب الأوحد وعصر الهيمنة الغربية والأمريكية على العالم قد ولى، وإن العالم يجب أن تسوده علاقات المحبة والتعاون والسلام، وأن تسود الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني في جميع دول العالم. أن من يدعم الإرهاب في سوريا وفي أوكرانيا وفي جميع دول العالم هو واحد ومعروف لدى جميع دول العالم.